اللقاءات بينك وبين الرئيس، نعم. قلت كانت تتم تقريبا بشكل دوري أسبوعيا، نعم. وحددت الساعة يمكن ساعة 2 أو 5، هي شوقات، نعم. يعني السؤال يقول فيما لو أنه الرئيس تعرض لطارئ، نعم. كيف راح يوصل إليك الخبر؟ يعني شلون تلتقي بيه؟ يعني حقيقة الرئيس مرة قال يابا احنا عندنا مواعيد ثابتة بالاسبوع مرة او مرتين وساعة معينة، ولكن اذا احتاجيتك في ساعة معينة ولازم في ضروري لازم لأمر طارئ شلون اقدر احصلك؟ وانا ما اريد ابعث ربع قيس بانه يعرفون بيتك وين كبيت، يعني اريد انه الامور تكون يعني فصل. هو يشتغل بهذا الموضوع، هو كان دائما يريد يعزل بين اهل الدار وبين الحمايه. فقال شنو الطريقه هذا؟ فقلت له سيدي انا ساكن بسامرة، الملويه في اي جانب الملويه في اكو كانت حاويات مال اوساخ. فقلت له سيدي انا كل نص ساعه ازور هذا المكان، اذا لقيت علبه مال بيبسي يخلون بها حصوات ويخلوها على حائط الملويه في اي مكان في الشارع اللي بجنب الملويه، من اجي اشوف القطيع اتجه عليك مباشره. ففعلا تركوا لي هاي العلامه اكثر من مرتين ثلاثه كعلامه لازم اتوجه على الرئيس، وتوجهت على الرئيس من خلال كل نص ساعه اراقب المكان اللي متواعدين بيه يخلونا، يعني هاي العلامه. فكانت هاي الطريقه.